السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجعله مباركا حيثما كان، واغفر للسامعين والحاضرين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي، ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته، وإن الشفاعة حق. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ختم بحث رحمه الله كما تقدم بمسألة الإسلام والإيمان، وذكر قوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذا يقول دليل من قال هما واحد. تقدم أن الصواب التفصيل في هذا، وأن هذه الآية لا دلالة فيها على هذا المعنى لأنهما قرنا، ومع ذلك يقول لا تمنوا علي إسلامكم، ثم ذكر المنة العظمى بالإيمان، فدل على أن الإيمان أعلى رتبة من الإسلام. لما قرنهما دل على أن الإسلام له معنى وأن الإيمان له معنى، ولهذا قال إن بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. جزاك الله خير. قال: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين برحمته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهي الشفاعة، وأن الشفاعة حق كما ذكر رحمه الله أن الشفاعة حق، وهذه أجمع عليها أهل السنة والجماعة، لكنها لا تكون إلا بإذن الله، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا بد من إذنه سبحانه وتعالى للشافع ورضاه عن المشفوع، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد. فالشفاعة أجمع العلماء عليها، ودلت عليها النصوص في الكتاب والسنة، وثبتت الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الشفاعة، والمسلمون يدعون بعد الأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وجبت له الشفاعة أو وجبت عليه الشفاعة، فهذا يبين فضل طلب الشفاعة، وليس المراد شفاعة خاصة، بل يطلب أنواع الشفاعات، والشفاعات متنوعة. والنبي عليه الصلاة والسلام خير بين أن يدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة، كما في حديث عوف بن مالك عند ابن ماجه بسند صحيح، قال إن الله خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فجاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام واجتمعوا عليه وكلهم يسأله أن يشفع له، فأخبر أنها لكل من لم يشرك بالله شيئا. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي ليوم يرغب إلي فيه الخلق، وهي الشفاعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فهي نائلة من لا يشرك بالله شيئا. فالشفاعة حق وأجمع المسلمون عليها، والشفاعات أنواع كثيرة، منها الشفاعة العظمى، وهذه شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
في هذا المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، هذا المقام العظيم حين يتأخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، في الأحاديث الصحيحة المعروفة في الصحيحين عن أبي هريرة وأبي سعيد وأنس في الصحيحين، بل هي أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع. وهذه الشفاعة الأولى لفصل القضاء بين الناس لجميع الخلق، والحديث معروف الصحيحين من طرق كثيرة عن جماعات من الصحابة رضي الله عنهم مع اختلاف مخارجه، فيشفع عليه الصلاة والسلام فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. الحديث وفيه أنه يشفع لفصل القضاء في ذلك اليوم العظيم الطويل، وهذه شفاعة خاصة له صلوات الله وسلامه عليه. شفاعة ثانية أيضا خاصة له عليه الصلاة والسلام، وهي أن يؤذن له في فتح باب الجنة، أنه يستفتح عليه الصلاة والسلام يأتي باب الجنة فيأخذ بحلقتها فيقرع بابها فيقال: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. فيفتح له عليه الصلاة والسلام، وهو هذه الشفاعة خاصة له دون غيره، وهذا رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. وشفاعة ثالثة أيضا وهي شفاعته في عمه أبي طالب، وثبت في الصحيحين عن أبي سعيد، وثبت أيضا في الصحيح عن عباس بن عبد المطلب، وفي: هل نفعت عمك أبا طالب فإنه كان يحوطك وينصرك؟ قال: كان في غمرات النار. فشفع فيه عليه الصلاة والسلام حتى كان في ضحضاح من النار. وهنالك شفاعات أخرى عامة، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام، ويشفع المرسلون، ويشفع الأنبياء والملائكة، فهي شفاعات عامة ليست خاصة. ومن ذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، كما في حديث أنس وجابر، حديث صحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فيشفع عليه الصلاة والسلام، وتكون شفاعته في أول الأمر في أن يخرج أناسا من النار، يحد الله له حدا كما في الصحيحين عن أنس، ثم يخرج قوما ويخرج قوما، يحد له مرة ثانية ثم ثالثة، وجاء في رواية أخرى أنه يحد له مرة رابعة. الحديث: ويشفع المؤمنون يقولون: يا ربنا، كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أنهم يقولون، يقول المؤمنون: يا ربنا، هؤلاء إخواننا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقول الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من وجدتم منهم، فيذهبون فيجدونهم فحما فيخرجونهم، ثم يرمون أو يوضعون في نهر الحياة أو الحياة، فينبتون في جانبه كما تنبت الحبة في حميل السيل. والأخبار في هذا متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع الشفاعات، لكن أصلها الذي تقرر هو الشفاعة في أهل الكبائر، الشفاعة في أهل الكبائر، وأن من مات من غير توبة على شيء من هذه الذنوب فإنه في المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وهنالك أنواع من الشفاعات اختلف العلماء فيها، وهي رفعة درجات بعض من دخل الجنة، فقيل أيضا من الشفاعات أن يشفع في من دخل الجنة أن ترفع درجته. وقال ابن القيم رحمه الله
قد يستدل لهذه الشفاعة بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة في صحيح مسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. هذا دعاء برفع الدرجة. وأيضا هنالك شفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. وقال العلام القيم رحمه الله: قد يستدل لها بحديث أنس، لأن جاء حديث أنس وحديث عائشة وحديث ابن عباس مع اختلاف ألفاظه، والحديث في صحيح مسلم، وفيه أنه ما من ميت يموت فيقوم عليه مئة فإن لا شفعهم الله فيه. وفي لفظ عند مسلم: فيصلي عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فقيل إن هذا قد يستدل بهذه الحديث على الشفاعة أو للشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها لشفاعة إخوانه له حين يصلون عليه. فالشفاعة حق، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، وأنكرها الخوارج والمعتزلة، ومذهبهم وإن كان اختلف لفظا لكنه في المعنى واحد. فمآل أهل الكبائر عندهم والعياذ بالله إلى النار. كل هذا منهم تكذيب للنصوص واختلاق وافتراء أشياء لا أصل لها، وكل هذا محل إجماع من أهل العلم بدلالة النصوص الواضحة الصريحة، ولله الحمد. نعم. وإن الحوض حق. كذلك الحوض حق. الحوض تواترت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال السيوطي رحمه الله: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب شفاعة ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض فيؤمن أهل السنة بالحوض، حوض عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حوضي شهر، حوضي شهر وزواياه سواء. وهذا يبين أنه مربع، وحوضه عليه الصلاة والسلام ما بين أيلة إلى المدينة، ما بين أيلة إلى المدينة، كما في حديث أنس في الصحيحين، وفي حديث حارثة بن وهب: ما بين صنعاء إلى المدينة. واختلفت الأخبار في التقدير، لكنها متفقة على هذا القدر على جهة التقريب. ولهذا هذا حوض العظيم أبيض من اللبن، وماؤه أحلى من العسل، وكيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، بمعنى أنه لا يصيبه ضرر يتعلق بالظمأ، لكن الشرب منه يكون تلذذا وأنسا بنعيم الجنة. هذا الحوض النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه فرطنا على الحوض بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثبت الحوض في الصحيحين وتواترت به الأخبار في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وعن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن أبي هريرة وعن حارثة بن وهب وعن عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني الأنصاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عقبة بن عامر، وأحاديث أخرى كثيرة متواترة في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء: يجب الإيمان به. وحوضه عليه الصلاة والسلام موجود الآن، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: وإني لأنظر إلى حوضي من مقامي هذا،
كما في الصحيحين عن عقبة بن عامر، وفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. هذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين. فهذه أخبار ثابتة في وصف الحوض، وأنه عليه الصلاة والسلام يرد عليه المؤمنون، وهذا الحوض له عليه الصلاة والسلام خصوصا. وهل لغيره من الأنبياء حوض؟ اختلف العلماء في هذا. من أهل العلم من قال إن لكل نبي حوضا، وهذا ورد في حديث عند الترمذي في سنده ضعف. وبالجملة الأخبار الثابتة المتواترة في الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام كلها جاءت في صفة حوضه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يجب الإيمان به. وهذا الحوض يصب أو ماؤه من الجنة، يغط فيه ميزابان، كما في حديث أبي ذر وحديث ثوبان في صحيح مسلم أنه يغط فيه ميزابان من الجنة، من نهر الكوثر الذي في الجنة. وهذا يبين أنه كما قال بعض العلماء أنه قريب من باب الجنة، وأنه يجري إليه الماء من الكوثر الذي في الجنة، وأنه يصب فيه ميزابان أحدهما من ورق والآخر من ذهب. نعم. والميزان حق. كذلك أيضا والميزان حق، الميزان حق، وهذا محل إجماع من أهل العلم، كما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. فالميزان حق، ثبت بالكتاب والسنة وتواترت، والأخبار في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة قال: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري أنه عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالكافر أو بالرجل الكافر العظيم السمين، فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا الميزان الذي يزن الهباء، الهباء التي تكون خلل النافذة، خلل نافذة، قد يكون في هذا الخلل ملايين من الهباء الذي لا وزن له في موازين الدنيا. هذا الميزان يزن مثل هذا، يزن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الأعمال وهذه الذرات محفوظة للعبد، لا يفوت منها شيء، هذا الميزان العظيم. وأجمع العلماء على هذا الميزان، وأنه ميزان حسي، ميزان حسي، خلافا لأهل البدعة والضلالة من المعتزلة وغيرهم على طريقتهم في إنكار النصوص أو في تأويلها تأويلا هو في معنى التحريف، لأنه أحيانا يكون التأويل مكابرة، يعني كأنه أنكرها، إذا جاء بتأويل يصادم النص فهو في حكم إنكار النص. فلهذا قال العلماء ميزان حقيقي
ليس كناية عن العدل، وقال بعضهم أقوالا منكرة تدل على عدم الوقار في قلب هذا المتكلم حين يسمع النصوص، وأن الميزان الحسي يكون للبقال صاحب الميزان ونحو ذلك من الكلمات المنكرة والعياذ بالله. فالميزان حق وله كفتان، وله كفتان، والكفتان ورد ذكرهما في حديث عبد الله بن عمرو من رواية عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن الحبولي عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر مما كتب من السيئات، فيقال له: احضر وزنك. فإذا حضر ورأى هذه السجلات كاد يطيش من هؤلاء السجلات، كل سجل مد البصر، فيقال: إنك لا تظلم، إن لك حسنة عندنا. فيقول: ما تعمل هذه الحسنة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع فيخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، والسجلات في كفة، وقد ارتفعت الكفة الأخرى، فتوضع البطاقة في الكفة المرتفعة فتثقل بالسجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء سبحانه وتعالى، كما في الحديث، وهو حديث صحيح رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وفي لفظ صحيح أحمد: ولا يثقل مع بسم الله الرحمن الرحيم شيء. فلهذا هذا الميزان له كفتان. جاء عن بعض الصحابة عن سلمان وجاء مرفوع، لكن يحتاج إلى النظر، أن هاتين الكفتين لو وضعت فيهما السماوات، لو وضعت السماوات في كفة منهما لوسعتهما، فالله أعلم. فإن ثبت هذا عن بعض الصحابة فينظر هل يقال، هل مثله لا يقال بالرأي. وجاء أيضا أن هذا أن هذا الميزان له لسان، لكن لم يثبت شيء من هذا، لم يثبت شيء من هذا، فلهذا كان الثابت في السنة أو في الأدلة هو الميزان، وأن له كفتين كما ثبت في الأخبار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. نعم. والحساب حق. والحساب حق، وكذلك الحساب، يحاسب العبد يوم القيامة ويكون الحساب، ويقال للعبد يوم القيامة حين يأتي العبد فيقرر بذنوبه فإنه يحضر حسابه، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فهذه كلها أمور حق دلت عليها النصوص، وأنه يجب الإيمان بها، وممن يحاسب. ولكن الحساب يوم القيامة، الحساب يوم القيامة جاء في بعض الأخبار حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أو يكون يأتي العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه فيقول: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. وضع عليه كنفه أي سترة، وضع عليه كنفه أي ستره. وكل هذا مما أجمع عليه العلماء. وكذلك أيضا الصراط ما ذكر رحمه الله، والصراط حق، وهذا ثبتت به الأخبار وتواتر الأخبار، وجاء
دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة، وجاء في تفاصيل أخبار بيان هذا الصراط وأنه يمر عليه أهل الإسلام، أما الكفار فلا يمرون على الصراط، يتساقطون في النار والعياذ بالله قبل ذلك كما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري. ثم تبقى هذه الأمة فيها منافقوها، ثم بعد ذلك يضرب الصراط بين على متن جهنم، فيمر الناس منهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كأجود الخيل وكأجود الإبل. الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصراط. نعم. ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدرون على ماذا يموت، على الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنباً للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنباً أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. نعم. يقول أيضا من اعتقاد أهل السنة أنهم ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، بل يرجون للمحسن ويخافون على المسيء، لأن هذا من علم الغيب، فلا نقول إنه من أهل الجنة أو من، وهذا لأهل الملة، لأهل يعني لأهل للمسلمين، فمن مات على الإسلام نرجو له الخير وأنه من أهل الجنة، لكن لا نقطع بذلك، ونخشى على من مات عاصيا ونسأل الله له المغفرة، فلا نقطع لا بهذا ولا بهذا، لأن علم ذلك مغيب عنهم. لا أيضا لا يدرى ماذا تكون حاله، وإن كان العبد إذا كان على طريق مسدد وعلى طريق الإسلام فإنه يكون على خير، ويسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والمزيد من الهدى والخير، يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. لكن يقولون إنه إذا مات على الإسلام متنبي للكبائر والهوى والآثام فهو من أهل الجنة على جهة العموم، كل من مات يعني على هذا على جهة العموم، دون أن نحكم لشخص معين. أما للشخص معين فلا نحكم إلا بما جاءت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا من أهل الجنة، وهذا كما تقدم في كلام صنف على أهل الملة من كان من أهل الإسلام، فلا يقطع بشيء من ذلك. نعم. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعينه بأنه من أهل الجنة وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعاً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتصديقاً لقوله. نعم. إذن لا نشهد إلا لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من أهل الجنة، مثل من؟ ها؟ الأول عشر مبشرين الجنة، عبد الله بن سلام، العشر مبشرين الجنة ثبت ذكرهم في حديثين، حديث عبد الرحمن عوف، حديث سعيد بن زيد، رواهما أحمد الترمذي، حديث عبد الرحمن عوف حديث صحيح، كذلك سعيد بن زيد فهو حديث صحيح، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العشرة. لماذا قالوا العشرة؟ لأنهم ذكروا في حديث واحد، وهنالك من؟ عبد الله بن سلام، عبد الله، لا ناخذهم واحد واحد، عبد الله بن سلام ثبت ذكره ايضا في حديث ما يدل على انه من اهل الجنه كما في البخاري وغيره، عن سعد بن ابي وقاص. طيب
عكاشة محصن أيضا في حديث من الصحيحين عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أولئك القوم فقال ادعوا الله أن يجعلهم، قال أنت منهم، أنت منهم. نعم، من؟ نعم، لوين كانت لم تعرف بعينها؟ لا، ها، حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال ادعوا الله ألا تكذب، فدعا لها عليه الصلاة والسلام. نعم، معاذ بن جبل، معاذ بن جبل. نعم، معاذ بن جبل في الصحيحين عن البراء بن عازب أن النبي عليه، لا هذا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ، هذا سعد بن معاذ لما قال عليه الصلاة والسلام لما جاءته هدية من أحد ملوك الفرس أو غيرهم، فقال كأن الناس استحسنوها، فقال عليه الصلاة والسلام لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا، هو خير من هذا، هذا في الصحيحين. طيب، من من؟ أرفع الصوت. ثابت بن قيس بن شماس لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لزم بيته وجعل يبكي، فقده النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عنه، قالوا قال أين ثابت؟ قالوا يا رسول الله في بيته يبكي يزعم أنه من أهل النار وأنه يرفع صوته، لأن كان خطيب الأنصار، فقال ادعوه، فدعاه عليه الصلاة والسلام وقال أنت من أهل الجنة. ثابت، هذا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، أنصاري رضي الله عنه. طيب، من من؟ بلال بن رباح. أيضا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال يا رسول الله لم أعمل عملا قط هو أرجى عندي إلا أني لم أحدث قط إلا صليت إلا توضأت وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي، لأن قال عليه الصلاة والسلام أخبرني بأرجى عمل، فإني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة ورؤياه عليه الصلاة والسلام في حكم الوحي، وهذا في الصحيحين. وثبت عند الترمذي بإسناد صحيح عن بريدة أن بهذا المعنى أيضا، لكن فيه فائدة أن النبي عليه أنه قال يا رسول الله إلا صليت ركعتين، إلا صليت ركعتين. أيضا الزبير العوام، الزبير هذا من مع من؟ مع العشرة، أحسنت، مع سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير مدحوا، هؤلاء الستة مع الأربعة اللي هم خلفاء الراشدون ذكروا في حديث واحد. نعم، الحسن والحسين، ثبت حديث الحسن والحسين في حديث حذيفة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. نعم نعم، أرفع الصوت. جليبيب، هذا حديث صحيح مسلم، وجليبيب بس لعله يراجع لفظه، أنا ما أذكر لفظه الآن، جليبيب لما رفعه النبي عليه الصلاة والسلام وليس له إلا ساعد النبي عليه الصلاة والسلام لما قال قتل سبعة ثم قتلوه، الحديث حديث صحيح مسلم. عبد الله بن أنيس، عبد الله بن أنيس قصته مع خادم سفيان الهذلي معروفة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه المخصرة وقال هذه علامة بيني وبينك يوم القيامة. نعم، هذا حديث معروف وينظر في ثبوت الخبر. من؟ خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها ثبت في الصحيحين من حديث، ثبت في البخاري من عبد الله بن أوفى ومن حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام بشرها بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها إن الله أمره أن يبشرها بيت في الجنة من قصب. ما هو القصب؟ القصب ما هو؟
اللؤلؤة المجوفة التي كالقصر المنيف، قصر مثل اللؤلؤة، قصر عظيم لا صخب فيه ولا نصب. أيضا من؟ نعم، فاطمة، فاطمة رضي الله عنها أيضا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن حديث طويل وفي آخره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما ترضين، لما أشر إليها أنه يعني سيموت أو بين، فبكت رضي الله عنها وأخبرها أنها أول أهله لحاقا به، ثم قال: إنك سيدة نساء أهل الجنة. هذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وش حديث جعفر بن أبي طالب؟ معروف ذو جهة. جعفر هو جاء في روايات أن له جناحين يطير بهما في الجنة، وكان ابن عمر كما البخاري إذا رأى عبد الله بن جعفر يقول: مرحبا يا ابن ذي الجناحين، لكن يراجع لفظه. نعم، حمزة سيد الشهداء رضي الله عنه. نعم، سيد الشهداء. ها، آل ياسر. نعم، موعدكم الجنة. نعم، الحديث مشهور: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. طيب، أيضا نعم، هذه في من كان قبلنا. نعم، في من كان قبلنا، يعني وإذا كان هذه من كان قبلنا فهذه الأمة أولى بهذا الفضل. نعم، أبو الدحداح. نعم، قصة أبو الدحداح في صحيح مسلم وفي في المسند أنه قال: كم عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. ينظر هل هذا اللفظ يدل على هذا أو يدل على الفضل ما عمل. أيضا حارثة بن من؟ حارثة بن سراقة. تعرفون قصة حارثة؟ حارثة بن سراقة الشاب الذي توفي في معركة بدر وجاءه سهم غرب. أم حارثة لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أم حارثة قالت: يا رسول الله، كما في البخاري: يا رسول الله، إن حارثة أصيب معه، جاء سهم غرب، فإن يكن في الجنة أصبر، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. قال: أوى هبلتي، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا حارثة بن نعمان الأنصاري النجاري، أنصاري نجاري من بني النجار رضي الله عنه. أيضا حارثة آخر، وحارثة بن سراقة في حارثة آخر أيضا شاب، أيضا حارثة بن نعمان. روى الإمام أحمد بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها تقول: نمت فرأيت أني دخلت الجنة، فسمعت قراءة حارثة بن نعمان، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه رضي الله عنه. نعم، تذكرون أحد؟ ورقة بن نوفل ورد في حديث عند الترمذي، وبعضهم جزم بصحبته كالعراقي في نظم السيرة، نظم السيرة جزم بصحبته، ومنهم من توقف في صحبته توقف، وذكر الحافظ رحمه الله في الإصابة. نعم، من؟ خباب، خباب. نعم، طيب، نعم، من؟ عبد الله. قوم لك الجنة، عليك تخرج إن شاء الله، جيب إن شاء الله. أقول عليك تخريجه، تأتي بالحديث إن شاء الله. أقول حديث، أقول تنظر فيه، أنا ما أعرف الحديث. إيه، هذا حديث معروف، حديث إنه لما
النبي قال اجلسوا، فجلس رضي الله عنه، جلس رضي الله عنه ثم دعاه، ثم دعاه. لكن لك الجنة هذه ينظر فيها، أنا ما أعرفها، ما أدري عنها، تراجع. المعول على الثبوت، والعلم كثير، العلم كثير، معول على الثبوت، فإن ثبتت فالحمد لله. عبد الله بن مسعود ثبت حديث صحيح في مسند أحمد بسند صحيح أنه كان يجني، كان يجني الأراك، كان يجني الأراك، ورآه وصعد شجرة رضي الله عنه، وكان قصيرا نحيفا، فجاءت الريح فكشفت عن ساقيه، فضحك الصحابة رضي الله عنهم، تضحكون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل من أحد. هذا دليل في الميزان أيضا، جاءنا الحديث هذا دليل في الميزان، والحديث سند الصحيح، لكن لا شك فضله ظاهر، ينظر وجه دلالته لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أيضا المعول على ثبوت السند، والمعول على من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم. ويقولون إن عذاب القبر حق، يعذب الله من استحقه إن شاء وإن شاء عفى عنه، لقوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأثبت لهم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. وقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني قبل فناء الدنيا، لقوله تعالى بعد ذلك: ونحشره يوم القيامة أعمى، بيّن أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة. وفي معاينتنا اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية والرفاهة في المعيشة ما يعلم به أنه لم يرد به ضيق الرزق في الحياة الدنيا، لوجودنا مشركين في سعة من أرزاقهم، وإنما أراد به بعد الموت قبل الحشر. نعم، هذه المسألة وهي عذاب القبر، عذاب القبر حق وأجمع أهل العلم عليه، تواترت بذلك أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام مقطوع به الصحيحين وغيرهما، وتعوذ النبي من عذاب القبر في الأخبار كثير، في حديث عائشة وغيره من الأخبار. لكن في القرآن ورد آيات أخذ العلماء منها عذاب القبر، أشهر الآيات قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قالوا في قوله ويوم تقوم الساعة يدل على أن قبل، أن ما قبل ذلك عذاب البرزخ في القبر، أن فأثبت لهم ما بقي الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حتى إذا قامت القيامة عذبوا أشد العذاب بلا تخفيف عنهم كما كان في الدنيا. ففيه إثبات عذاب القبر. قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. قالوا إن هذا أيضا بدلالة عذاب القبر. وقالوا أيضا في قوله سبحانه وتعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء للتعقيب، أغرقوا فأدخلوا نارا يعني مباشرة، قالوا دلالة على أن المراد به عذاب القبر. هذه آيات أدلة أخذ العلماء منها أن عذاب القبر حق، والنصوص صريحة في ذلك، والنبي كان يتعوذ من عذاب القبر، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبور وهي تعذب وقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمعك، حديث زيد بن ثابت وغيره، إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على هذا المعنى. وهناك آية ذكر مصنف رحمه الله وقع في دلالتها خلاف، وهي قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
بين أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. والمصنف رحمه الله ذكر وجه الدلالة، وفي معاية اليهود والنصارى والمشركين في العيش الرغد والرفاهية ما يعلن أنه لم يرد بضيق الرزق في الحياة الدنيا، يعني لأن هذا يعني خلاف ما في قوله سبحانه وتعالى معيشة ضنك، فدل على أن الضنك هذا من عذاب القبر، من عذاب القبر على أحد الأقوال في هذه المسألة. وورد فيها أدلة وآثار ذكرها العلماء أن المعيشة الضنك هي عذاب القبر، جاء نبي سعيد الخدري وجاء آثار موقوفة ومرفوعة، وروى البزار من رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية وقال عذاب القبر، يعني أنه قال إن هذا هو عذاب القبر. وظهر إسناده إلى محمد بن عمرو إسناد صحيح، إلى محمد بن عمرو عن أبي سلمة هذا إسناد جيد، وعلى قاعدة يكون دليل، ويحتمل أن يقال إنه دليل لهذا وهذا. فالمقصود أن هذا محل اتفاق من أهل العلم في عذاب القبر، والأدلة الصريحة في ذلك عنه عليه الصلاة والسلام وبوب العلماء بذلك، بل الأحاديث متواترة في الصحيحين وغيرهما. نعم. ويؤمنون بمسألة منكر ونكير على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ويؤمنون أيضا مسألة منكر ونكير، ذكرها لأنها تابعة لما تقدم لعذاب القبر. أما سؤال الملكين هذا محل اتفاق، وثابت في الصحيحين عن جمع من الصحابة من أنس رضي الله عنه يأتيه ملكان فيقعدان فيقول: ما تقول في هذا الرجل حديث؟ لكن تسميتهما هذا ورد في حديث عند الترمذي قال سناد أنه جيد، أحدهما المنكر والآخر النكير، يأتيه ملكان أسودان أزرقان الحديث. وفي أن أحدهم المنكر والنكير، وقال السلف كان يحمد رحمه الله أنهم يؤمنون بالمنكر والنكير. فالثابت هو سؤال الملكين، وفي هذا الخبر تسميتهما، وأخذ أهل العلم بذلك، وأن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب أن هذا للمؤمن، وذلك أنه حين يكون في القبر فيأتي هذان الملكان على هذه الصورة التي يستنكروها وهما ولا يعرفهما، فيثبته سبحانه وتعالى. وهذا وجه الدلالة من الآية في سؤال المؤمن، والشاهد أنه يسأل يوم القيامة، يسأل في قبره، يسأل في قبره كما اتفق على ذلك العلماء، وما ورد تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار. نعم. ويرون ترك الخصومات والمراء في القرآن وغيره لقول الله عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، يعني يجادل فيها تكذيبا بها، والله أعلم. نعم. وهذه من عقيدة أهل السنة، وهي ترك الخصومات، وهذا في الحقيقة من ما اعتنى به العلماء، لا تكاد تجد مصنف إلا ويذكرون فيه هذا الفصل، بل قد تصنف مصنفات خاصة في مجانبة الخصومات وأهل البدع، ويذكر الأدلة والآثار في ترك الخصومات والمراء، لأن الجدال في هذه الأمور يورث الشبهات والشكوك، والواجب هو المجالسة للمناصحة، المجالسة للفائدة، أما المجالسة للمغالبة
ومن الغالب ومن المغلوب، فهذا يفتح باب الشر ويفتح باب البدع والضلالات. ولذا أهل العلم يسدون هذا الباب ولا يفتحونه لما يكون فيه من الشر الكثير. وتجد هذه الخصومات عند أهل البدع ومن أشبههم ومن لحق بهم، يحبون الجدال والخصومات والتشكيك والتشويه، ويكون اللدد والخصومة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح عائشة قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم صاحب الخصومة. فلا يخاصم الإنسان، بل يبين الحق بالكلام الواضح البين، والحق أبلج والباطل لجلج. فمن أراد الخصومة لا يفتح له الباب، بل يسد عليه الباب، لأنه لا تحصل الفائدة من هذا، بل يحصل ضد ذلك. وهذه هي طريقة أهل العلم في مجالسهم وفي دروسهم، لا يفتحون باب الخصومات والمراء. من جاء يريد التعلم فيجادل، وجادلهم بالتي أحسن، وجادلهم، وقال اسمه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إنما الجدال بيان الحق بالكلام الطيب الواضح، ومن كان يريد الحق ففي الغالب أنه لا يماري لوضوحه وبيانه. نعم. ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختيار الصحابة إياه، ثم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه باستخلاف أبي بكر إياه، ثم خلافة عثمان رضي الله عنه باجتماع أهل الشورى وسائر المسلمين عليه من أمر عمر، عن أمر عمر رضي الله عنه. نعم. ثم خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. نعم. يقول رحمه الله ويثبتون خلافة أبي بكر رضي الله عنه، هذا محل إجماع، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة إياه. وهذا الذي ذكره مصنف رحمه الله وقول جماهير العلماء أن ثبوت خلافة أبي بكر باختيار الصحابة، وهذا ثبتت بالنص الجلي أو الخفي أو بالشورى اجتماع، ثلاثة أقوال. والصواب أن هذه الطرق كلها دلت على خلافته رضي الله عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى استخلافه وأخبر أنه يستخلف، وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقال عليه الصلاة والسلام إن لم تجديني فتجدي أبا بكر، كما حديث جويل مطعم في صحيح البخاري. وقال أن يتبع القوم بكر وعمر يرشدوا. والنبي استخلف عليه الصلاة والسلام في صلاته، وغضب لما تقدم غيره. كل هذا إشارة وإيماء إلى أنه الأحق، لكن لم ينص عليه الصلاة والسلام نصا يعني قاطعا، وأشار عليه الصلاة والسلام بذلك. فالصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك اجتمعوا، ولو كان منصوصا عليه لم يكن منهم اجتماع، بل كان يبايع مباشرة، بل اجتمعوا ثم بعد ذلك اختاروا رضي الله عنه بايعوه. وقال عمر رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، فإن لم أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. وكذلك جاءت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو كان مستخلفا أحد لاستخلف أبا بكر. فالنص واضح أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف هو نصا، إنما أشار إليه. وهذا كما تقدم وافق اختيارهم أنه هو الأحق، وهذا في الحقيقة هو الذي يكون أتم وأكمل، حتى يحصل باتفاقهم واختيارهم وأنهم لا يختلفون عليه رضي الله عنه. ثم خلافة عمر بعد أبي بكر باستخلاف
أي بكر إياه، وفي دلالة على أنه الخلافة بالعهد، ثم خلافة عثمان باجتماع الشورى وسائر المسلمين عليه من غير عليه من عن أمر عمر كما في قصة عبد الرحمن عوف المعروف صحيح البخاري، ثم خلافة علي رضي الله عنه، بيعة من بايع من البدريين رضي الله عنهم، فتم اجتماع المسلمين وحصل الخير وفضلهم رضي الله عنه بحسب ترتيبهم في الخلافة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.